السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقرة اقتصادية غاية في الأهمية جدا عن الوضع الاقتصادي اللي وصلت ليه مصر مع عبد الفتاح السيسي، ومع النظام اللي خد فلوس المصريين وراح عمل بها كباري، خد فلوس المصريين وراح يعمل بها مدينة أولمبية أو مش عارف إيه في العاصمة الإدارية ب2.5 مليار دولار. في الوقت اللي اتنشر فيه الخبر ده في الصحف المصرية، هو نفس الوقت اللي اتنشر فيه خبر ان البرلمان المصري بيتكلم عن ان الدولار هيصل الى 37 جنيه بشكل رسمي. خد بالك ان بعد بكرة هيقعد البنك المركزي ووزارة المالية مع البنك الدولي علشان يتكلموا عن فكرة تعويم الجنيه، التعويم الاكبر للجنيه. البرلمان بيقول لك هيصل ل 37 جنيه في البنك المركزي، الدولار هيصل الى 37 جنيه. طيب بره البنك المركزي كام؟ 40 وانت طالع بقى، 42 43 وانت طالع، والكلام ده كله. في الوقت نفسه اللي وزير الماليه قاعد مع هيقعد مع صندوق النقد عشان يتكلموا عن تعويم الجنيه، تعويم الجنيه مشيها تعويم الجنيه. في نفس الوقت اللي وزير الماليه هيقعد مع البنك المركزي عشان يتكلم عن تعويم الجنيه، هو نفس الوقت اللي وزير الماليه طلع قال لك العالم كله بيحسدنا اقتصاديا على التطور الاقتصادي، احنا عايزين نصدره لاوروبا. هو نفس التوقيت اللي بدا الشعب المصري من الصعيد الى الاسكندريه ودمياط بكل محافظات مصر على امتداد مصر كلها، بدا الشعب المصري يتكلم عن الغلاء الفاحش في كل السلع الغذائيه. البيضه وصلت ل 3.5 ومش موجوده، السكر بقى 20 و25 جنيه، ازازه الزيت بقت ب 40 وب 50 جنيه، كيلو الرز بقى ب 20 وب 25، ومع ذلك الحاجات دي كمان مش موجوده. نيجي للخبر الاول بتاع البرلمان، قال لك احنا الدولار هيصل ل 37 جنيه. ده معناه ايه؟ معناه ان ديون مصر الداخليه هتتفاقم، معناه ان ديون مصر الخارجيه هتتفاقم، معناه ان ارتفاع غير مسبوق هيحصل في كافه السلع، في كافه السلع. الحاجه ام 10 جنيه دلوقتي هتبقى ب 30 مش ب 20، الحاجه ام 20 هتبقى ب 50 مش ب 40، مش تبقى بس فاهم، الحاجه ام 40 هتبقى ب 90 ب 100 مش ب 80. هيحصل تضخم شديد جدا، انهيار العمله المصريه ده هيترتب عليه يعني كبوه اقتصاديه غير مسبوقه. بقول لك البرلمان بيقول لك ان الجنيه هيوصل، الدولار هيوصل ل 37 جنيه. شفت بقى، يعني الحمد لله ان احنا خلصنا من محمد مرسي، ساب الدولار لينا ب 6.45، دلوقتي بقى ب 37، زاد 31 جنيه، لا 30 جنيه و55 قرش، عشان خاطر انت عارف السيساويه بيدققوا على القرش، ناس اقتصاديين وبيفهموا في الاقتصاد زياده عن اللازم يعني. في الوقت اللي مصر بتسلم نمر وكل حاجه، السيسي بيبيع الشركات. على فكره الحكومه المصريه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيتكلم عن ان مصر هتبيع ما قيمته 8 مليار دولار قريبا من الاصول المصريه. في واحد دخل في مره بيتكلمني على اليوتيوب قال لك ده مش بيع يا اخواني، ده استثمارات. فسالته سؤال هو لحد الان ما ردش، لحد الان ما ردش. قلت له اشمعنى الاستثمارات دي ظهرت في هذا التوقيت؟ ما ردش لغايه دلوقتي. وسالنا عمرو اديب السؤال ده 50 ما ردش، اشمعنى الاستثمارات ظهرت في هذا التوقيت؟ ما ردش. المهم ان رئيس الحكومه المصريه قال لك هنبيع ما قيمته 8 مليار دولار من الشركات المصريه، يعني لسه في شركات تانية هتتباع لسه. هو عبد الفتاح السيسي هيسلمنا دولف، دولف كده مقفله، دولف مقفله، خلصانه من كل حاجه مقفله. ليه بقى؟ عشان يعمل كباري، عشان يعمل فناكيش، علشان ينهب هو واللي حوالين منه. وفي نفس الوقت اللي بيقول لك احنا بنسلم، احنا بنبيع البنطلون، بنبيع البنطلون اللي حيلتنا بنبيعه، في نفس الوقت طلع يقول لك هنعمل مدينه مش عارف ايه ب 2.5 مليار دولار في العاصمه الاداريه. يعني مش بعيدا عن ان العاصمه الاداريه ما فيش في حد راحها، وبعيدا عن ان هي بعيده عن التجمع السكاني المصري، وبعيدا عن ان المدينه الترفيهيه ما لهاش اي 60 لازمه، ونروح نعمل مصانع وشركات احسن، او نسدد الديون اللي علينا، او نسدد الديون اللي علينا، بعيدا عن كل ده. قال لك لا احنا هنروح نعمل مدينه ترفيهيه. يا عم بكلمك ان الجنيه هيبقى الدولار ب 37 جنيه، بكلمك ان الديون بتاع النظام المصري لا يملك اي رؤيه اقتصاديه غير لغايه 31 ديسمبر، هو عايز 31 ديسمبر ده بس يعدي على خير وخلاص، عليه كميه ديون عايز يسددها، مش عارف يسددها. طب هيسددها ازاي؟ عمال دلوقتي بيطلع بقول لك جابوا الخبر في صدى البلد اهو، يعني اكبر طبله فيك يا مصر، اكبر قناه فيها، اكبر طبال فيك يا مصر، جابوا الخبر وقال لك ان المصريين معاهم 30 مليار في البيت. هتبصوا للناس في فلوس؟ اه طبعا. مش خدنا بيوتهم وخليناهم يعملوا مصالحات على البيوت وخدنا منهم كل حاجه؟ طبعا نبص لكل حاجه في ايديهم. بقول لك الوضع في مصر مأساوي بمعنى الكلمه، الوضع الاقتصادي في مصر لم تشهده مصر من ايام ما اتسمت مصر، يعني هي من ايام ما سموها مصر بنعيش كبوه اقتصاديه الان
مش موجوده في التاريخ. بقول لك خلاص بنسلم، احنا بنسلم نمر مصر الان حاله اعلان الافلاس. احنا هنبقى يعني بعيد عن سريلانكا، ده هتبقى بالنسبه لنا رحمه. لبنان وما تعيش انا هتبقى بالنسبه لنا احنا رحمه. الموانئ متكدس فيها البضاعه والرز والقمح والسكر وكل حاجه متكدسه في الموانئ. مفيش دولار عشان نجيب الحاجات دي، مفيش دولار عشان ندخل الحاجات دي. فهو خلاص هو سلم نمر ازاي؟ طبعا هو سلم نمر. يستمر ازاي بقى؟ بالمسكنات. المسكنات بتاعت عبد الفتاح السيسي الان ايه؟ هو ان يبيع اصول الدوله ويسدد اجزاء. يعني خد والنبي حته من مش عارف ايه من اللحم الحي ده ومشي امورك بيه، وانت والنبي خد حته من حته من الحاجات دي ومشي امورك بيه، وانت خد لك حته من الحاجات دي ومشي امورك بيه. فين ده؟ هل دي مصر اللي عملنا من اجلها ثوره 30 يونيو المجيده؟ هل دي مصر اللي اتعملت من اجلها 30 يونيو المجيده عشان كنا احنا بنروح ناخد فلوس من قطر ايام مرسي؟ مش انتوا كنتوا بتقولوا كده يا سيساويه؟ طب ادينا بينا بقول لك بناخد من الساموراي بتاع اليابان قروض. احنا ما سبناش بقعه في العالم الا ادتنا قروض. قطر اللي كانت مش عارف ايه في جنودنا خدنا منها قروض وخدنا منها فلوس وبعنا لها شركات. وضع اقتصادي بتعيشه مصر غير مسبوق تماما، غير مسبوق تماما. طب اخرتها ايه؟ يعني هو ايه اخره اللي بيحصل؟ ايه اخره المأساه اللي مصر بتعيشها اقتصاديا؟ كل حاجه في البلد بتتباع. الجنيه طالع ل 37، انت متخيل 37؟ ده البرلمان، ده اعلام السيسي مش كلام انا، مش كلام عبد الرحمن، ده اعلام السيسي. البرلمان بيقول لك هيطلع ل 37، وبعد بكره هنقعد مع صندوق النقد علشان يعوم لك. مش هيعوم الجنيه ده، يحط امه في الطين، في الطين. فين بقى؟ فين التطور؟ فين اللي احنا كنا بنعيشه؟ فين التقدم؟ فين الكلام ده كله؟ مش موجود. فين الجمهوريه الجديده؟ انا عايز افهم، هو في جمهوريه جديده في الدنيا تبيع بيتك عشان تدخل عداد كهرباء؟ تبيع بيتك، تبيع احسن شركات فيك يا مصر عشان تروح تعمل كوبري، عشان تعمل لي ملاهي؟ تبيع احلى شركات مصر، تبيع شركه زي الشرقيه للدخان اللي دخلت لمصر 78 مليار جنيه ارباح في سنه، تبيعها عشان تعمل لي كوبري؟ تبيعها علشان تروح تعمل لي ملاهي؟ ازاي يا جماعه؟ لو الراجل ده مش عميل، ايه هو تعريف العميل؟ ما هو تعريف العميل او تعريف الجاسوس لو ما كانش هو اللي بيبيع الارض ويفرط في النيل ويفرط في شركات مصر ويوحي مصر في ديون مش هنسدها غير بعد 100 سنه، يخلي مصر دوله رهينه القرار مش قادره تاخد قرار في اي حق. يا جماعه انتوا متخيلين؟ مع كامل احترامي للشعب الامارات وللامارات، انتوا متخيلين الامارات لها ثقل سياسي اكتر مننا؟ بايدن لما راح السعوديه جاب الواد السيسي وراه، بن سلمان اتصل بالواد السيسي جاله. الرئيس الصيني لما راح السعوديه بن سلمان اتصل بالواد السيسي، الواد السيسي رحمه. دي الثقه لمصر. ليه مصر اصبحت؟ لان قرارها مرهون، قرارها مرهون بسبب كميه الديون غير المسبوقه اللي وقعت عليها. ده من درجه الكلام ده اقتصادي داعم للسيسي. زي ما قلت لكم هاني توفيق خرج قال لك ده داعم للسيسي، ليس اخوانيا، ليس عميلا، ليس ممولا. مش قاعد في قطر وتركيا ولا لندن، ده قاعد في مصر، ده من اقرب الاقربين للسيسي. قال لك يعني هو البوست ده معناه ان بقول لك الراجل ده هيجيب طرف خلصت. سيبك من هاني طبعا، المحلل الاقتصادي ده شوف عمل لك حسبه بسيطه، بسيطه جدا، مع ان فيها ارقام ناقصه. قال لك ان السيسي مش عارف ب 120 مليون مليار من بره، لا ده احنا معديين 170 180 مليار دولار السيسي بس من ديون خارجيه من بره، غير الداخلي 2300 مليار، 2300 مليار جنيه ديون داخليه، والتوتال احنا بنتكلم في 470 مليار دولار. ده حسبها لك انت. طب انتوا احسبوا معايا 470 مليار دولار، اقسمهم على عدد الشعب المصري، شوف كل شعب، كل شخص بقى مديون بكام. الوضع غير طبيعي، الوضع غير طبيعي. ده عشان ايه؟ عشان يظل على الكرسي؟ عشان يفضل قاعد على الكرسي ليه يعني؟ ويطلع وزير الماليه يقول لك بص انا ليه جايب لك خبر من الجزيره؟ ما هو بقى حبايب يقول لك هي دي اخرنا. ده الكلام هو ده الحل الاقتصادي اللي في مصر؟
يعني هي مصر الآن ما بقاش أمامها غير إن إحنا نبيع الشركات ونبيع أصول الدولة ونقترض. طب ولو ده كله ده ما نفعش وإحنا محتاجين فلوس، نبص على الفلوس اللي في جيوب الناس، بص على معاهم فلوس، معاهم فلوس، خد منهم فلوس. إيه ده؟ إيه ده؟ يا جماعة عبد الفتاح السيسي ده هيجي يوم الاحتلال هيطلع علينا لسانه ويقول كنا بنخليكم تطلعوا تهاجموا الناس اللي بره مصر المعارضين، وكان السيسي فعلا عميل عندنا. اصل ايه هو تعريف العميل؟ ايه هو تعريف الجاسوس؟ ما هو تعريف الخائن؟ ان لم يكن بيبيع شركات البلد ويفرط في ارضه، ايه هو تعريف الخائن؟ تعريف الوطني ان تعمل له كوبري؟ الشخص الوطني في نظر انصار السيسي تعمل له كوبري؟ الشخص الوطني تستلم الدولار ب 7 او 6 جنيه و45 قرش تسلمه لي داخل على ال 40، هو ده الشخص الوطني؟ هو ده الوطنيه؟ ده الاقتصاد؟ الناس اللي بتأيدي السيسي انا متفهم تماما انتوا بتأيدوه ليه، انتوا هتجيبوا مظليه لو لو السماء امطرت حريه، تمام مفيش مشكله تمام، بس هو اللي على ارض الواقع، اللي على ارض الواقع الوضع رايح فين؟ احنا يا جماعه احنا لحظه ما تعلن مصر الافلاس الرسمي احنا هنبقى ليفل بعيد عن لبنان، لبنان دي بالنسبه لنا هتبقى رحمه، سريلانكا دي بالنسبه لنا هتبقى امان واستقرار، احنا في مرحله غير مسبوقه. الراجل ده كل 10 دقائق بيروح ياخد كارد، كل 10 دقائق بيقترض، كل ما يصحى من النوم مش عارف اعمل لي كارد يا محمد يا معيط، يلا اعمل لي كارد، فالواد محمد معيط يعمله، اعمل لي كارد يا بنت هلا بتاعت التخطيط، فالبنت هلا تعمل له كارد، اعمل لي كارد يا بتاع البنك المركزي، فالواد بتاع البنك المركزي يعمل له كارد، اعمل لي كارد مش عارف يا مين، فالواد بتاع مين مش عارف مين يعمل له كارد. قروض ليل نهار قروض. طيب القروض دي كنا جبناها عملنا شركات انتجنا طلعنا ارباح مصانع ارباح بيع سدد ديونك، لا عملنا كباري، وتلاقي عنزه زرايبي تروح جايه لك تهاجمك هجوم غير طبيعي، عملاء بعتوا البلد بتمولكم مين؟ مين بيمولك؟ ما هو تعريف العميل؟ ان ما كانش اللي بيعمله السيسي هو التعريف الامثل للعميل وللجاسوس. ايه هو تعريف العميل؟ يعني اقعد كده مع نفسك كسيساوي، مش كمواطن ضد السيسي، لا كسيساوي، اقعد كده وقول تعريف العميل هو الشخص اللي يدمر اقتصاد بلده، اللي يبيع ارضه، اللي يحافظ على استقرار البلد، عد الحاجات دي، اني مفرط في نهر النيل، عد الحاجات دي كلها، بص للسيسي كده هتلاقيك بتتكلم عنه، هتلاقيك بتتكلم عنه. بقول لك احنا في وضع مأساوي اقتصادي لم تشهده مصر من ساعة ما أسسوا دولة اسمها مصر من 7000 سنة، وكل ده بسبب عبد الفتاح السيسي. البرلمان، برلمان الطراطير هو اللي بنفسه اللي طلع يقول لك هيوصل ل 37 جنيه، يعني برلمان السيسي تخطى توقعاتنا، احنا كنا بنتكلم في 30 ل 33، البرلمان بنفسه طلع قال لك 37، ده في الرسمي السعر الرسمي ب 37. الناس هتعمل ايه؟ الناس في مصر هتعيشوا ازاي؟ انت يا اللي بتقايد السيسي انت هتعيش ازاي؟ النهارده كيلو الرز اللي بقول لك ب 25 جنيه وانت مش عارف تجيبه، ما انتش عارف تجيبه وب 25 جنيه، لما الدولار يبقى ب 37 جنيه هيبقى كيلو الرز ب 35 جنيه، هتجيبه ازاي؟ البيضه 3.5، لو 6 افراد ولا اسره فيها 5 افراد كل فرد محتاج له 3 بيضات، فاحسب احسب احسب كل فرد 3 بيضات، بالبيضه ب 3 جنيه كل فرد 3 بيضات ب 3 جنيه في 5 ب 9 جنيه في 5 افراد، دخلت في 50 جنيه بيض، وما انت ما فيش اي حاجه، جبت لك سيره عيش ولا جبت لك اي حاجه، ما بكلمكش عن لحمه وفراخ، بكلمك عن بيض. لا بقى الشعب لا كان ياكل لحوم ولا بيض ولا فراخ ولا بيض ولا اسماك، كل ورق شجر، مش هو قال لك كده ورق شجر؟ كل ورق شجر، كل ورق شجر يا مواطن واطلع طبله، كل ورق شجر واطلع سقف. خلصنا من الاخوان، ايه هي انجازات السيسي؟ خلصنا من الاخوان، عمل لنا كباري وخلصنا من الاخوان، كل اعمل شوف، طالما انت كمواطن راضي عيش. انت بقى بتقول علينا ان احنا موالين بقى وعايشين بقى وفلل بقى وعربيات بقى، خلاص احنا ايه بقى اللي منرفزنا ده بالشكل ده ولا اي حاجه؟ مش انت راضي وانت حابب ده؟ عيش عيش، كمل كمل مع عبد الفتاح السيسي لما الجنيه الدولار يوصل ل 100 جنيه، هو ده عبد الفتاح السيسي اللي جاي للاسف الشديد
مش كويس على الشعب المصري. سلام عليكم.